محاولة لبنانية، طب دخل قطعة جزاء، ولكن الدفاع الكويتي عم يقطعها. لبناني اللي كان يربح بنتائج كبيرة عم يخسر 6-0 باخر مباراة مع الكويت، وهذا مثل ما قال مدرب تيو بكر خلينا نحط راسنا بالارض، لازم نعلي راسنا. حسن معطوه طب دخل قطعة جزاء ودو رائع، حسن معطوه المشهد. لبنان 1 الكويت 0. حسن معتوق يا معتوق يا رائع، مش بالامارات لازم تحترف، بالبرازيل بالمانيا لازم تحترف. 1-2 شوف شوف المعتوق 1 على شمال رد له اياها النص، حسن معتوق بيغلط تغريب فيرست تايم.